أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه. محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد. محكمة الضمير. الإخراج محمد غزاوي. شبه رجل. انت حسام؟ ولي شرطي؟ ايه انا حسام. خير خير، شو في؟ وينها مرتك عايدة؟ وشو بدك بمرتي؟ انا اللي عم اسالك، وينها؟ مرتي راحت على شغلة. ايوه، بدنا نفوت نفتش البيت. بدك تفتش البيت؟ ولي على قامتي. طيب قلي شو في؟ يعني ليش بدكم تفتشوا البيت؟ بعد هيك خذوا يا شباب، يلا شوي. شو صار لك؟ احترامي سيدي. أهلين. ما لقينا عايدة بالبيت، جبنا زوجة. أنت زوجة لعايدة؟ إيه يا عمري، عفواً. إيه سيدي، أنا زوجة، بس ممكن أعرف شو فيه؟ أنت بتعرف عادل محمود؟ إيه طبعاً بعرفه سيدي، بعرفه منيح. هذا اللي بتشتغل عنده مرتي. ولو بتعرفه شخصياً؟ لك إيه بعرفه شخصياً، شو عم نحكي؟ لأني أنا كنت أشتغل عنده، بس بطلت وتركت مرتي تشتغل معه. ايوه، وليش انت بطلت من الشغل وتركت مرتك عنده؟ يا عمري مشان الله قلي شو صاير، ما بقى فيني اتحمل اكتر من هيك. يا سيد حسام، مرتك حاولت تقتل عادل بعد ما سرقت منه مصاري. ولي على هالقصة انت شو عم تحكي سيدي؟ ايه مرتي ما فيها تقتل صرصور. ايوه، بقى كيف بدها تقتل عادل؟ بعدين يعني ليش لحتى تسرق منه مصاري؟ مو معقول هالحكي سيدي، مو معقول ابدا، انا ما بصدق. ايه لا معقول وصدق. وهلا عادل بالمشفى وبالعناية المشددة بعد ما ضربته مرتك بالحديدة على راسه. بقى اذا بتعرف وينها دلنا على المكان مشان ما تكون شريك معها بالجريمة. يو لا سيدي، لا انا مالي شريك معها. انا ما دخلني بكل هالقصة. وبتعرف اذا هي عاملة هالعملة انا بدي اخذ قرار مصيري وطلقها. ايه سيدي بطلقها. أهلا وسهلا فيكي بساحة الضمير يا عايدة. تفضلي، سيدي الضمير عم ينتظرك. عم ترحب فيني وأنا مجرمة والشرطة عم تلاحقني؟ أنت مالك مجرمة،
انت دافعتي عن شرفك وكرامتك. فوتي يا عايدة. اهلا وسهلا فيك بساحتنا، ساحة الضمير. حدث المدعي، قم باجراءاتك معها ثم احضرها الى قاعة المحكمة. امرك يا سيدي الضمير. تعي معي يا عايدة ولا تخافي، بدنا نفتح ذاكرتك وناخذ منها المعلومات منشان نعرضها على سيد الضمير. انا جاهزه. افهميها بقى، انا ما بحب الشغل ولا بدي اشتغل. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك الله معك. الباب بفوت جمال. من مكتبة الإذاعة السورية. لك أختي، لك أختي، صبري على وجعك. سعرك بسعري، يعني إذا طلقتي وين بدك تروحي؟ لك يا مجنونة، أنا رح أغرقك بالمصاري. ولك يبعت لك حمش وجذبة. يا عايدة يا حبيبتي، خليه يتحركش فيكي، خليه يتحركش فيكي. شو عليه؟ لك اضحكي عليه، اضحكي عليه وخدي منه مصاري. ولك هذا واحد مليان مليان يا هبلة مليان. خلاص خلاص خلاص، أنا تعبت تعبت خلاص. سيدة عايدة أصبحت جاهزة للمثول أمامكم يا سيد الضمير. أحضرها إلى قاعة المحكمة فورا، حضرت المدعي. أمرك سيد الضمير، تفضلي معي يا عايدة. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير روح الإنسانية. نعلن افتتاح جلسة اليوم. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على تفاصيل قضية اليوم. نحن اليوم يا سيد الضمير لا نحاكم متهمة، ولكن نستعرض حالة ضحية قادتها الظروف إلى الزواج من شبه رجل استغلها وأشاح بوجهه عن كرامتها وأنوثتها، طالبا منها أن تعمل وتصرف عليه وعلى بيته وهو جالس براحته لا يسألها من أين جاءت بالنقود. إنه زوجها حسام يا سيد الضمير. فلنستمع إلى التفاصيل كما رصدناها من ذاكرة عايدة ومن تحرياتها الضميرية. شبك يا عايدة؟ ليش مكتئبة؟ لك لأنه ما في شي بيفرح بحياتي. صاير معك شي جديد؟ حسام يا ستي ترك الشغل وقعد بخلقتي على نق ونكد طول النهار. وليش بقى ترك الشغل؟ شو بيعرفني؟ قال تعب حابب يرتاح. اي اصطفل لك اختي، ليش انت منقدي على حالك؟ لك لأنه عم يطلب مني انه انا دبر مصروف البيت. تصوري عم يقلي روحي دبري مصاري من وين ما كان. شو رأيك بقى بهالرجال؟ يعني بفهم من كلامك إنه بدي إياكي تشتغلي وهو يقعد بالبيت؟ والله يا نجاح ماني قدراني أفهم شو قصده. المهم بده مصاري، لأنه بصراحة تبهدلنا مع السمان والخضري والجيران يلي عم نتدين منهم.
تصوري صار مكسور علينا 4 فواتير كهرباء، وهلأ يمكن يسحبوا العداد ونبقى بلا كهرباء. وليه على قامتي عليكي؟ شو هالحكي يا عايدة؟ عم تسأليني ليش مكتئبة؟ خليها لالله. أختي أنا وضعي مو أحسن من وضعك، بس قايمة 2000 ليرة على جنب، إذا بدك بعطيك إياهم. لك يكتر خيرك يا أختي، يكتر خيرك. تقبريني. مرتي حبيبتي؟ إن شاء الله دبرتي لنا مصاري؟ ايه دبرت. ايه وليش ما بعتتي لي وحدات على الموبايل؟ بدنا ناكل هلأ، مو وقت الوحدات. ايوه طيب جبتي لي باكيت دخان؟ تفضل، وهي باكيت دخان. شو هذا اللي بالكيس الأسود؟ جبت 1/2 كيلو فول مدمس وربطة خبز. يا عيني عليكي يا عيني عليكي. يلا لكان حطي لي لأكل لأني جوعان. ما سألتني من وين دبرت مصاري؟ بعرفك بعرفك، ما بنخاف عليكي، بتدبري حالك. يلا حبيبتي يلا روحي جهزي الفولات وعملي لنا كاسة شاي. ولك حسام، ولك انت كل يوم عم تحسسني انه النخوة طايرة من راسك. انت عن شو عم تحكي عايدة؟ عن شو عم تحكي؟ عن النخوة؟ ولك انا اخر نخوة كانت براسي ومرقت علي هي اللحظة اللي تجوزتك فيها وبعدين طارت. هاي والله يكتر خيرك، كنت قدري اللي خجلاني واجه الناس فيه. شو؟ شو معنات كلامك هاد؟ معناته انك شبه رجال، ولو كنت رجال ما بتقعد بالبيت مثل الحريم وبتطلب مني روح انا دبر مصاري. ولك بسيطة، رح اصبر على كلامك الدج هاد لأني بحبك. خلص بقى، وما بقدر أعيش بلاك. خلص حسام مشان الله. تقبري قلبي. قال بحبك قال، ولك أنت بتحب مصلحتك وبس، بعد هيك. إيه هاتي ناوليني هالجوال لشوف. تفضل، هذا معلمك عادل. وليه عادل؟ خير شو بده؟ ألو أهلين معلم. كيفك حسام؟ أنا منيح تمام الحمد لله. مرني معلم. أنت مو ناوي ترجع على الشغل؟ أرجع على الشغل؟ والله يا معلم أنا تعبان شوي وحابب ارتاح هالفترة. طيب طيب. من مكتبة الإذاعة السورية لمرتك. لمرتي؟ ايه مزبوط مزبوط. أم حسان اللي مستلمة مستودع القماش بدها تترك من عندي، بقى إذا بدك تشغل مرتك بعت لي إياها فورا. ايه معلم، ايه ببعت لك إياها، كتر ألف خيرك، فضلت على راسي، فورا رح أبعت لك إياها. ويلا أنا عم انتظرك. أمرك معلم، أنت بتأمر. فريجت عايدة فريجت، مشي الحال. هاي لقيت لك شغلة عند المعلم عادل، شغلة مرتبة على كيفك. لقيت شغلة إلي أنا؟ إيه إلك أنت، شبكي ليش مستغربة؟ وأنت حسام، أنت شو مو ناوي تشتغل يعني؟ طولي بالك علي يا عمري، طولي بالك علي، إلا ما لقي لي هيك شي شغلة مريحة ومرتبة وبتجيب مصاري. لك بس أنت كنت مرتاح عند عادل، شو صار لك؟ هلأ لا تاخدي وتعطي معي وتعلي لي قلبي. يلا عملي لي فطور وروحي فورا لعند المعلم عادل، عم يستناكي لأنه شغلك قال جاهز. انت زوجته لحسام؟ ايه معلم انا زوجته لحسام. ايه لا مو معقول. عفوا ليش مو معقول؟ يعني ليش مستغرب معلم؟ لا ابدا، يعني عدم مؤاخذه، ما كنت متوقع انه حسام يكون عنده هالجوهره هي. إيه ما شاء الله على هالحلاوه، شو ها؟ شكرا شكرا لك، هذا من ذوقك. تعرفي طالما انت بهالحلاوه هي عم فكر حطك بقسم المبيعات وانقل سامية تبع قسم المبيعات للمستودع. لا لا معلم لا، بترجاك انا خليني بالمستودع، انا ما بحب مشاكلة الناس. بس بالمبيعات احسن لك ها، والراتب اكتر. مو مشكلة، انا عن جد ما بحب مشاكلة الناس. ايه مثل ما بدك،
رح أبعت معك الأذن مشان يوصلك للمستودع وتستلمي من محسن. معلم قديش الراتب؟ والله أنت وشطارتك، لأنه كل ما بكون رضيان عليكي رح يكون راتبك أحسن، ومع الأيام رح تفهمي قصدي. قصدك بالشغل رضيان علي، ما هيك معلم؟ بكل شيء. روحي هلا استلمي شغلك وبعدين بنحكي بالأمور التانية. حاضر. أهلين سامية، خير؟ ليش تركي شغلك وجاي؟ والله جاي لأسألك مين هالحلوة اللي كانت عندك؟ هاي موظفة جديدة بدل محسن، هاي زوجته لحسام اللي كان يشتغل هون بقسم الكوي. عرفته، بس المحارقة بعينتها كتير حلوة. شو يا؟ كأنك غيرانة منها. شو شو شو؟ افشلت عيونها، ما لا أحلى مني حتى غار منها. بس أنا غيرانة عليك لأني بعرفك عينك زايغة وروح قلبك النسوان. ماشي، لا تخافي على حالك، أنا ما بستغني عنك. ماشي، عن إذنك. ايه تمام، الحمد لله، المهم تشتغلي وترتاحي من نكده. ايه، وهو خليه قاعد مثل النقمة بالبيت، ما هيك؟ لك يا عايدة تحملي، لأنه أنا وياكي مالنا حدا يحمينا. هاد اللي كاسر ظهري يا أختي، هاد اللي كاسر ظهري. المهم هلأ ليلي كيف لقيتي الشغل؟ هلأ الواضح أنه هذا المعلم عادل واحد نسونجي. لك تخيلي من أول لحظة شافني فيها برقت عيونه وصار يحوس ويسمعني حكي. طعمره. لك أختي الحق معه، والله الحق معه، يعني انت حلوه وبتلفتي النظر، بس يقطع عمره لجوزك، مو شايف هالنعمه يلي عنده. ستي المهم جاي استعير من عندك بلوزه وبنطلون لانه تيابي كحته ومنظرهم بيقرف. ايه تكرم عيونك حبيبتي، قومي هي الغزانه قدامك، نقي اللي بيعجبك. شو قاسي؟ أهلين أهلين أبو ربيع، لا تواخذني مشان الله ما انتبهت لك. شو أخي؟ ديناتك كتر وشايفك مطنشني. ها لك شو مطنشك يا ابن الحلال؟ شو مطنشك؟ لا والله مالي مطنشك، بس يعني بدك تطول بالك علي شوي لبين ما ربنا يفرجها على مرتي، قصدي علي. لسه ما لقيت شغل سيد حسام؟ عم دور على شغل، عم دور. يلا إن شاء الله عضت كوساية وبيمشي الحال. طيب شو رأيك تشتغل عندي شغلة خفيفة ونظيفة وفيها رزقة إلك؟ ولي على قامتي. شو هالشغلة أبو ربيع؟ توصل طلبات للزباين على بيوت وبتاخد إجرة مني وإكرامية من الزباين. بعت لك حمى. الله يسامحك يا أبو ربيع، الله يسامحك على هالاستفادة، ما لقيت غيري أنا أشتغل هالشغلة. الشغل مو عيب أخي حسام. بعرف مو عيب، بعرف، بس هاي الشغلة مو شغلتي أنا. طيب طالما مصلحتك كوي، ليش ما بتشتغل مع أبو عرب الكوا؟ ليكو حاطت إعلان على الواجهة تبعه، يلزمنا معلم كوي. عن جد عم تحكي؟ يلا هلأ بمره لعنده وبشوفه. بخاطرك أبو ربيع. لا تتأخري، لا تتأخر علي بالدينات سيد حسام، وخلينا أصحابها. يبعت لك حمى شو قاسي. أمرك أبو ربيع، أمرك ولا يهمك. Thank you.
ما قلت لي سيد حسام انت ليش تركت الشغل بمشغل عادل؟ والله يا ابو عرب الاجره كانت قليله والشغل كتير كتير ومتعب كتير، يعني شو بدي احكي لك؟ بعدين عادل واحد نسوانجي ولك هذا بدلل النسوان على حساب الشغيلة اللي عنده، لهيك انا ما عجبني الشغل معه وما عاد ورجيه وشي بنو. ايه سيدي حابب تشتغل عندي؟ يعني لو مالي حابب ما اجيت حتى اسألك. بالقليلة انت ابن حارتي ورجال ما شاء الله عليك مبين قبضاي ومالك نسونجي مثل عادل. طيب قوم بكرة على الشغل وخلينا نجرب بعضنا كم يوم، بس انا بفتح المحل الساعة 8 من مكتبة يعني 8 الربع بتكون مزروع عندي. لا ابو عراب طول بالك، اصلا انا ما بفيق للساعة 9، يعني بدك تقول العشرة بكون عندك منيحة. لا 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 هيك ما اتفقنا أخي حسام. أيوة طيب شو الحل؟ أخي أبو عرب 9:30 بكون عندك، يعني هيك لبين ما في واتدوش واتحمم واشرب قهوتي وصحصح. ماشي خلص اتفقنا. خلص بكرة بجي على الشغل ومنجرب بعض إن شاء الله. توكل على الله. عن جد عم تحكي حسام؟ روح الله يبشرك بالخير. ايه ها هاي خبرية بتفرح القلب. ولك دخيل قلبك ويقبرني طولك انا. ايه بس ليكي حياتي على شرط، انت ما بتتركي الشغل مع عادل؟ لك والله يا حسام هالعادل ماله نضيف، عينه زايغة. ولك وتكون عينه زايغة، نحن شو بدنا فيه؟ بدنا نتجوزه؟ نحن بدنا مصاري وبس. ها يعني برأيك معلش يضلي بصبس علي؟ والله معه حقي بصبس عليكي، انتي كتير حلوة كمان حبيبتي بصبس، وين المشكلة؟ لك عم بسمعني حكي وطلطيشات يا حسام. عادي حبيبتي عادي يا عمري عادي، وإذا بتكوني شاطرة دبليلو عيونك شوي، مع هيك ابتسامة وضحكة حلوة بتلاقي لحاله بيزود لك الأجرة وبيعطيك إكرامية. شبنا ولك حسام انت قبلان بهالشي؟ لك يا عمري يا قلبي ما في مشكلة، أنا مالي شايف في مشكلة بنوب، المهم تجيبي لنا مصاري ونعيش. لك يبعتلي 600 حلمة على هالجوازة. قلتي شي حبيبتي؟ سلامتك. وينك عايدة؟ حبيبتي بيقول لك سيد عادل بعتي لي دزينة قمصان رجالي ومن كل قياسات لصالة البيع. اي ماشي تكرمي بعتي لي حدا ياخدهم وتكرم عيني. لا حبيبتي انت بدك توصلي لي اياهم. عفوا انا مو شغلتي وصل، انا شغلتي بالمستودع بس بسلم شو وبستلم. شو 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 هالحكي هاد؟ ومين قال لك هالشي؟ ام حسان يلي كانت قبلك كانت توصل البضاعة لصالة البيع. هديك ام حسان بس أنا آسفة ما بوصل شي. باينتك رافعة مناخيرك كتير ومالك شايفة حدا قدامك مو هيك؟ والله يلي بيشوفني بعين بشوفه بتنتين. شوفي حبيبتي أنا صار لي بهالمشغل 10 سنين وما رق على راسي من نمرتك أشكال ألوان، بس بدي قلك شغلة، كلمتي عند السيد عادل ما بتصير تنتين، وإذا بقله إنك مالك مناسبة للشغل أكيد رح يقلك الله معك. لو سمحتي ما في داعي لهالحكي، ولما السيد عادل بده يقلي الله معك اتأكدي انه ما رح اجي واترجاكي مشان يرجعني. تفضلي هيدا زينة القمصان، بتحبي خديها ما بدك انتي حرة.
عادل؟ أنا مالي طايقتها لهالمخلوقة، بقى لاقي لك صرفة معها. شو بك سامية؟ عم تحكي معي وكأنك مرتي وبتموني علي. لا 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 يا عادل، ليش أنا ما بمون عليك؟ طيب، شو اللي بدك إياه من عايدة؟ بصراحة شايفتك عم تحوس عليها، وكل يوم بتبعت وراها، وبتقعد عندك بالمكتب أكثر من ساعة. يعني وبصراحة أنا بلشت غار يا عادل. وأنا رح لك إياها بصراحة أكثر. انتي زودتيها. نعم؟ بانتبهي على تصرفاتك لاني بلشت اتضايق منك. تتضايق مني انا؟ شو؟ والله الحق معك يا عادل، لانه من يوم ما اجت هالمخلوقة حسيتك عم تتغير معي. على كل حال انا رايحة على شغلي، واذا ما بدك يعني انا رح اترك الشغل وامشي. روحي على شغلك هلا وروقي وبعدين بنحكي. ماشي. مرحبا عايدة. أهلين. أهلين معلم عادل. أنا أجيت خصوصي لعندك على المستودع مشان قلك بدي إياك اليوم بعد الدوام شي ساعتين مشان نعمل جرد للقمصان. مجرودين خالصين معلم، أنا جردت كل شي. لا لا لا، بدي أتأكد بنفسي. بقى لا تروحي بس يخلص دوامك. أمرك معلم. أهلين وسهلين وميت مرحبتين. خود شوف لي هالبنطلون يلي أخذته من عندك قبل شي ساعتين. خير شو بو؟ خود شوفه بنفسك أخي. هات لشوف. تفضل. شو هاد؟ هذا أخذته من عندي أنا؟ إيه من عندك أنت. شباك شو سي؟ مو معقول أنا أعمل بنطلون كسرتين وألدعه بالمكواي. أخي هذا البنطلون قدامك. يا حسام تعال عندي. امرني معلمي امرني. انت اللي كويت هالبنطلون؟ هات لشوف فرجيني. افتلو بالله هيك. ايه هاد انا كويته. شبو؟ شو شبو؟ خجلتنا مع زبون؟ ايوه بصراحة معلم، يعني بدك الصراحة ولا بنت عمها؟ احكي لشوف. انا متعود على كوي القمصان والظاهر ما بيطلع بايدي اكوي بناطلي. ماشي هي كل القصة. ماشي خود اجرتك والله معك، ما بقى يناسبني تشتغل عندي بنوم. ايه اصلا انا كنت بدي اترك قبل ما تقلعني لانه ما شفت منك شي. هات ناولني الاجرة. خود والله معك. شو هاد؟ مو معقول. يفهموا بس يا عايدة، انت كيف قدران تعيشي مع هذا اللي اسمه حسام؟ اي والله العظيم ما بينطق. هذا نصيبي معلم وانا مضطرة ارضى فيه. وليش مضطرة بقى؟ طيب شو اعمل برأيك؟ شغلة بسيطة كتير، بس اذا حبيتي تتركي انا بتجوزك، واذا ما حبيتي منكون رفقات انا وياكي. وشو بتحتاجي من عيني هاي قبل هاي؟ ما فهمت سيد عادل، شو قصدك؟ واضحة عايدة، انت بتساعديني بوجودك معي وانا بساعدك بالمصاري. وشو بدك تكرم عيونك وانت الكل بالكل بهالمشغل؟ انا تاخرت، اذا بدك تجرد تفضل، اذا ما بدك خليني روح. انا ما رح اضغط عليكي، بس فكري بكلامي وما رح تندمي لاني رح اغرقك بالمصاري. المهم توافقي. ماشي يلا عن اذنك. Hehehehe.
لك ما بدها تفكير يا مجنونة، هي فرصة عمرك واجت لعندك، والرجال عم يقلك رح غرقك بالمصاري. بس أنا مو هيك، أنا بعمري ما كنت هيك. إلا أنك هبلة وحبت إشي مع شبه رجال لا بيغار ولا في نخوة ولا بيحبك أصلا. حل عني يا شيطان، تركني بحالي، مو ناقصني همك. أنا بدي مصلحتك يا عايدة، بدي إياك تشوفي حياتك ولك دخيلة شو مستفيدة من حسام. فكري بكلامي، فكري بكلام شيطانك وما رح تندمي أبدا. شوفي عايدة، بدك رأيي بصراحة؟ إذا عادل بيتجوزك أنا بفضل تطلقي لحسام وتتجوزي لعادل، يعني بركي بتشوفي لك كم يوم حلوين. لك هذا مو تبع جواز لك أختي، هذا حدا صايع بده علاقة وبس. معناتها تضحكي عليه وخرفي بالمصاري. أنت عم تحكي هيك؟ والله ما كنت متوقع منك هالجواب. لا بدك تتوقعي. لك يا أختي، الحياة بدها شطارة، وأنتي محرومة من كل شيء، بقى وين الغلط إذا أخذتي حقك؟ إيه ما باخد حقي بالحرام. خلصنا عايدة، خلصنا، عملي اللي بيريحك وخليكي عايشة مع نكدك اللي اسمه حسام. شو عم تحكي حسام؟ كيف بتترك الشغل ونحن بحاجة مصاري؟ ولك طققني طققني، موتني، ما ارتحت معه، ما ارتحت عايدة، قاسي كتير، عم يستغلني استغلال بشع. اتصوري كل يوم بده ياني اكويله أكتر من 10 بناطرين وعشرين قميص، هذا من غير البلوزات والفساتين، وما عم يعطيني من الجمل إدنه، يخرب بيته شو بخيل. شو بدك يعني تكون شريك معه لحتى ترضى؟ خلاص عايدة، خلاص لا تخليني عصيب. بسيطة حبيبتي، إيمينا من هالسيرة هلأ، أنا ما ارتحت بس، وبعدين هاي أنت عين الله عليكي ما شاء الله حولك، عم تشتغلي وعم تطالعي مصاري. لك شفتي يا عايدة، هذا هو حسام يلي عم تحافظي عليه. حاجتك اجتمع، لك حاجتك وشوفي حياتك بقى. لا 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 لا، خلص حل عني، ما رح اسمع كلامك، ما رح اسمع كلامك. مرحبا ست عايدة. أهلا وسهلا حبيبتي، أنا تركت لك الجمل بما حمل. هاي عادل عندك، تركت لك يا إلهي، إلهي تتهني فيه. ما فهمت سامية شو قصدك؟ كرمالك عادل قلعني من الشغل، بقى شوفي شغلك معه، هذا بيحب النغنشة وبيدفع منيح، وانتي ما شاء الله عليكي حلوة وبيضة ومرغوبة، بقى زبطي لي امورك. فهمتي علي عايده؟ انا ما بدي احكي معك، لك بتسمحي لي ولا ما بتسمحي لي؟ هيك اللي انا عايشه موظفه وبس، خلصنا بقى، شو هالحكي هاد؟ حبيبتي لو كنتي موظفه وبس ما كان قلعني. على كل حال بتمنى لك اوقات سعيده يا عايده بخاطرك. لك لك يا الله. مزبوط عايدة، أنا قلعت لسامية كرمالك لأنها بتغار منك، وبصراحة صار لها زمان عم تحاول تتقرب مني وأنا عم صدها،
عفوا يا سيد عادل، أنا هذا الكلام ما بيسعدني، أنا ما بحب ينقطع رزق حدا بسببي يعني. تفضلي تفضلي ارتاحي، رح أطلب لك قهوة ونحكي على رواق. اسمع يا حسام، صار لك 4 شهور عم تماطل معي، بس هلا بدي اقول لك اياها بصراحة، يا اما بتسدد الدين اللي عليك يا اما رح يكون لي شغل تاني معه. وليش عم طايت علي ابو ربيع؟ لا تخلينا نعصب من عند الصبح، الله يوفقك. انا بدي حقي عمي، اعطيني حقي ولا بقى تورجيني وشك. ايش عليه؟ بعطيك حقك، خلص حقك رح يوصلك، وانا اصلا مالي ناكره عليك يعني اساسا. اسمع حسام، معك لبكره بس، وبعدين انا بعرف شغلي معك. خلص طول بالك، طول بالك ليطقل لك شعره. انا هلا ابو ربيع بدق لمرتي وبخليها تدبر لي مصاري من تحت الارض، وسدك هالدينه واخلص من نقك وسقك. اي والله قرقتني. اغي حسام، ايه انا هلا قاعده بمكتب السيد عادل ورح اطلب منه مصاري، خلصني خلص بقى ولا يهمك. معناتها حبيبتي وانت راجعه على البيت، امرقي لعند هذا الدب ابو ربيع يخرب بيته ما اغلظه، واعطيه هالكم ليره اللي له اياهم معنا. ماشي ماشي، يلا الله معك. الله معك تقبري قلبي، الله يعطيك العافيه. الله معك، يلا باي. كانه بدك مصاري عايده. بصراحه معلم في علينا دينة للخضري ولازم سد له اياها اليوم. وقديش الدينة؟ 10,000 ليرة. تكرم عينك، هاي 25,000، ولا تعتبريهم من راتبك، هدول هدية مني إليك. كتر خيرك معلم، كتر خيرك. عفوا ليش عم تقفل الباب؟ لأنه القعدة الحلوة بدها باب مسكر. سيد عادل لو سمحت، أنا مو تبع هالشغلات. عطيتك 25,000، معناتها مثل ما رضيتك لازم ترضيني. لا والله آسفة، تفضل، وهي 25,000 تبعك، وأنا تارك الشغل عندك عن إذنك. إيه شو فكري فوتت الحمام مثل طلوعه يا ست الكل؟ لك تعالي تعالي. صدقيني أنا بحبك وبدياكي ورح أغرقك بالمصاري. بعد عني هيك، شبك شو صار؟ أنا صرفت العمال ووصف يعني حدا بالمشغفة، أنا وياكي بقى لا تعندي تعملي لي فيها شرف وكرامة، كل شي بتمنه. لك ابعد هيك، انت واحد بتعيده هو ما بتتركني، والله إذا بتقرب مني رح أضربك بهاي الحديدة. بدياكي بدياكي يا مجنونة، بتعالي. يخرب بيتك يخرب بيتك. لك بعد عني بعد عني. انتهت أحداثنا يا سيد الضمير، والقضية بين أيديكم، ونحن ننتظر حكمكم العادل. بوركت يمينك التي دافعت عن شرفك وكرامتك يا عايدة، وبوركت إرادتك التي هزمت إرادة الشيطان في إغوائك،
ونحن الضمير وباسم الأخلاق والإنسانية نمنحك وسام الضمير، ونطالب حضرة المدعي بملاحقة زوجك حسام والمجرم عادل لينالا عقابهما الضميري. ترفع الجلسة. كان معكم في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات هيثم قاسم، إياس أبو غزالة، مرشد ضرغام، أمان الحكيم، دينا خان كان. من مكتبة الإذاعة السورية. واصف الحلبي. فاتن عيدو. محمد خاوندي. نبيل جعفر. سلمان أبو عمار. أحمد السيد. بالاشتراك مع الفنانين القديرين رياض نحاس وبسام لطفي. المخرجان المنفذان إبراهيم النجار وفراس عباس. محكمة الضمير. مع التحيات أحمد السيد، محمد غزاوي.